بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، مائل الحراره على السواحل الشماليه الشرقيه. بالليل الجو هيكون معتدل على شمال البلاد ومائل للحراره على جنوب البلاد. تفاصيل اكثر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دينا وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، وخصوصا أن احنا مرينا الأسبوع اللي فات بموجة كانت شديدة الحرارة، ويمكن بعديها حصل انخفاض في درجات الحرارة بقيم متفاوتة، لكن واضح أن احنا في ارتفاع مرة تانية دلوقتي، لأن النهاردة العظمى 37 يمكن على القاهرة النهاردة. بالتأكيد طبعا، يمكن احنا زي ما أشرنا أن السبت والجمعة إن شاء الله كان في انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، وبالفعل وصلت درجات الحرارة بالأمس لحوالي 33 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى بعد موجة طويلة شديدة الحرارة استمرت أكثر من أسبوع. لكن زي ما أشرنا أن الانخفاض اللي كان موجود الجمعة والسبت كان انخفاض مؤقت، لأنه بداية من اليوم متوقع أيضا ارتفاع تدريجي ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية. ده طبعا بسبب أنه بداية من اليوم بدأت تتغير مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا. هنبدأ من اليوم نتأثر بوجود منخفض صحراوي، أو بنطلق عليه في بعض الأحيان منخفض خماسيني، بيكون قادم من الصحراء الليبية وبيدخل إلى الصحراء الغربية لمصر. ده بيجلب معاه كتل هوائية جنوبية بتكون شديدة الحرارة ونشطة، بيأثر بداية اليوم على القطاع الغربي من الجمهورية زي مطروح والسلوم ومناطق من الصحراء الغربية، وبتقدم الوقت بيبدأ يتحرك تدريجي علشان يدخل إلى المناطق الداخلية من الجمهورية زي القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد، حتى يخرج نهاية الغد من القطاع الشرقي من الجمهورية عند سيناء إلى خارج الحدود المصرية. وبالتالي لمدة 48 ساعة بداية من اليوم متوقع ارتفاع تدريجي ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية. زي ما أشرنا الارتفاع بداية هيبدأ على السواحل الشمالية الغربية، وبالتالي السواحل الشمالية الغربية اليوم زي مطروح واسكندرية هتسجل درجات حرارة مرتفعة. يمكن مطروح اليوم تسجل درجة حرارة في حدود 39 ل 38 درجة مئوية، في حين القاهرة هتبدأ تسجل درجة حرارة في حدود 36 درجة مئوية بارتفاع طبعا عن يعني الأمس. يعني احنا اليومين دول بس اللي هنشعر بيهم بدرجات الحرارة المرتفعة، مع طبعا الرياح المثيرة للرمال والأتربة. بالظبط، بسبب هذا المنخفض الصحراوي أيضا اليوم هيكون في إثارة للرمال والأتربة فقط على أقصى غرب الجمهورية زي مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من السواحل الشمالية الغربية. بداية من الغد هيكون المنخفض ده طبعا مسيطر على منتصف الجمهورية أو على الأجزاء الداخلية من الجمهورية، وبالتالي غدا هتصل ذروة الارتفاع بالنسبة للقاهرة الكبرى اللي هتكون في حدود 38 إلى 40 درجة مئوية سواء على القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري. بالتأكيد بتكون محافظات الصعيد لها النصيب الأكبر من الارتفاع دايما، وهتصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد على شمال الصعيد إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد في حدود ال 44 إلى 45 درجة مئوية. ايضا غدا هتبدا تنتقل الرمال والاتربه المصاره اللي هتكون موجوده اليوم على غرب الجمهوريه هتنتقل الغد علشان تاثر على مناطق من القاهره الكبرى ومناطق من محافظات الوجه البحري وسيناء ومدن القناه، وايضا مناطق من شمال الصعيد. لكن زي ما قلنا المنخفض ده هيمر من غرب مصر الى الشرق في حدود ال 48 ساعه دول، وبالتالي ان شاء الله بدايه من يوم الثلاث متوقع تغير في مصادر الكتل الهوائيه مره اخرى، نبدا الثلاث في انخفاض تدريجي في درجات مره ثانيه درجات الحراره باذن الله. من الثلاث انخفاض تدريجي مره اخرى في درجات الحراره لتعود الى معدلاتها الطبيعيه، ويبدا الانخفاض ده يمتد من يوم الاربعاء القادم ليصل الى المناطق الداخليه زي محافظات الصعيد بالكامل حتى جنوب الصعيد. وبالتالي من الثلاث لنهايه الاسبوع على الاقل متوقع عوده درجات الحراره مره اخرى الى معدلاتها الطبيعيه، بتسجل القاهرة خلال ساعات النهار في حدود 33 درجة مئوية، وبالتالي عودة إلى الأجواء الربيعية المعتادة خلال التوقيت ده من العام، وبالتالي أجواء حارة خلال ساعات النهار،
هتكون معتدلة خلال ساعات الليل. يبقى هي دي طبعا طبيعة الفترة دي من فصل الربيع، هي التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وبالفعل هي اللي بتأهلنا بشكل تدريجي لدخولنا في فصل الصيف بإذن الله. إن شاء الله. أنا طبعا يعني بشكر حضرتك على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. بشكر الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشكرك شكرا جزيلا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها من العاصمة القاهرة والعظمى 36، الصغرى 23، عاصمة إدارية 36، 23، إسكندرية 35، 22، عالمين الجديدة 36، 22، مطروح 39، 24، دمياط 30، 21، بورسعيد 30، 22، إسماعيلية 36، 20، السويس 35، 21، العريش 31، 19، كاترين 30، 13، طابة 30، 25، حلايب 32، 25، شلاتين 35، 26، شرم الشيخ 38، 27، الغردقة 37، 27، الفيوم 37، 27، بني سويف 37، 23، الوادي الجديد 39، 27، أسيوط 38، 24، سوهاج 39، 26، قنا 40، 26، الأقصر 40، 27، وأخيرا أسوان 40، 28. بنحاول نطمن حضراتكم عن حال الطقس، لكن هناك مرتفع متأثر به البلاد خلال اليومين النهارده وبكره، هيسبب ارتفاعات في درجات الحراره مع رياح مثيره للرمال والاتربه. هرجع مره ثانيه لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. انا كان نفسي افضل على الوعد اللي وعدته لك ان درجات الحراره تفضل معتدله، بس من يوم الاربعاء هتنخفض مره ثانيه. هنلحق يومين. شكرا ليك يا دينا.